ناخذ الهوموفون والهوموهونومي. الهونومي اللي هي تكون كلمتين تشابه بالكتابة لكن تختلف بالمعنى وتشابه باللفظ أيضا. الهوموفون اللي هي تشابه باللفظ وتختلف بالكتابة عكس هاي. فناخذ تعاريفهن. أول شيء الهوموفون هي two or more different written. ها شنو different written؟ كتابات مختلفة لكن اللفظ يكون واحد. هنا نعكسها، الكتابات تكون مشابهة، يطلقون عليها one form لأن كتاباتها متشابهة. ناخذ تعريف الهوموفون، هي كلمتين أو أكثر تتشابه بالكتابة وقصدي تختلف بالكتابة وتتشابه باللفظ. Two or more different written form، كلمتين تختلف الكتابة مالتها، خاف تجيك فراغ. Different written on the same pronunciation، وكذلك تشابه باللفظ، هاي أخافهم يجيك فراغ. The same pronunciation different written، same pronunciation different written. هذا من هو هذا الهوموفون، هذا تعريفه، تعريف الهوموفون. طيب مثال، مثلا الفلور فلاور زهرة والفلور الطحين، رايت يمين رايت يكتب، سو إذن وسو يرى، ميت لحم وميت لقاء. تتشابه باللفظ وتختلف بالمعنى وتختلف بالكتابة. بل بل، تو تو تو، تو رقم، تو إلى تو أيضا. بير اللي هو زوج، وبير هنا أنا يتحمل. We use the term. هسا نجي على هاي هومونيمز. الهون هومونيمز اللي هي one form، شكل واحد. بات 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 خفاش اللي هو flying creature، وبات اللي هو المضرب مال الرياضة used in sport، اللي هو one form شكل واحد سواء منطوق أو مكتوب، لأن إحنا قلنا يشابه باللفظ ويشابه بالكتابة بس يختلف بالمعنى، يكون different meaning or unrelated meaning، معنى ما مرتبط، unrelated meaning، ويصير تقولين different meaning. هو one form بشكل واحد، written or spoken سواء مكتوب أو ملفوظ، has two or more meaning unrelated meaning، إلى أكثر من معنى والمعنى يكون ما مترابط، ما ناس إلها علاقة بناس. مثلاً المول مال السكن، النظارة مال البشرة، ما إلها علاقة بالمول اللي هو small animal، اللي هو مثلاً نقول الزمان الصغير اللي يسموه مول. ونقول مثلاً عندنا بعد شنو أمثلة، يقول بين هو writing instrument، أداة للكتابة، وكذلك عندنا البين اللي هو enclosed place، المكان المغلق يسموه بين. شوف المعنى مختلف لكن كتابة الكلمة ولفظها مشابه. الرايز اللي هو contest of speed، منافسة للركض للسرعة. ورايز اللي هو العرق الطائفي، مثلا سواء بالزنوج أو بالأقليات داخل الدول يسموها الرايز الطائفية. ethnic group هو جماعة طائفية. الرايز عندنا السول الوحدة اللي هي single، والسول اللي هي part of foot or shoe اللي هي جزء من الحذاء أو القدم يسموه السول، part of foot جزء من قدم. the temptation is to think، الاعتقاد that the two type إنه النوعيتين of bat من الخفاش must be related in meaning، المفروض إنه تشابه بالمعنى مال الخفاش. they aren't homonyms، يعني هاي دي فرقنا بين الشسمه الهونوميز والهوموفون. يقول لو كانت مرتبطة بالمعنى، يعني ها إذا المعنى مالها مرتبط ما نسميها هوموميز، is are not homonyms. أخاي خاف تجيش فراغ أو صح وخطأ.